السلام عليكم، يا اهلا بيكم. النهارده حلقه جديده من احلى اكله. ايه بقى؟ اكيد في احلى اكله ان شاء الله، ولكن كالعاده العزومه اللطيفه دي بتلم العيله وبنعملها قبلها طبعا بيوم او باتنين، بحيث لو حضراتكم طبعا حابين نزود او نقص او نشتري حاجاتنا يبقى الامور برضو واضحه وهو ده المطلوب. جايب عندي جوز سمان، هعملهم طاجن بالشعريه او زي كبسه بس بالشعريه. هنشوف بتعمل ازاي مع بصل محمر وزبيب، تركيبه كده ان شاء الله تعجب حضراتكم. وجايب عندي حبه كوسه، ممكن نحشيهم باي طريقه احنا حابينها، لو باللحمه المفرومه، ولكن هديها صوص لبنه يبقى حاجه كده مختلفه شويه عن صوص الطماطم والحاجات دي. وعندي حبه شرب، على ما اعتقد الامور سهله وبسيطه، ولكن بعد فرصه طبعا. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم على ايه قبل الفاصل، وايه حكايه العزومه، وايه موضوع السمان بالشعريه. والله السمان ده اكله جميله جدا، مهضور حقه شويه على الحمام. الحمام لطيف ولكن مزنوق شويه في فكره الحشو او مشوي، وبعض الناس ما بتاكلوش دايما غير حشو لان المشوي بيبقى ناشف شويه. اما السمان يمشي حشو يمشي مشوي، في لحمه اكتر من الحمام، فايده عاليه جدا، لان طبعا اكيد في بروتين عالي جدا. فالتفصيله دي اقدر استفيد بيها بثلاث اربع انواع من الاكل غير الحمام. وفي بعض الناس انا دايما بقف عند السمان وانا بتكلم عنه كل مره، يمكن ما بعملوش يعني كتير قوي، بس كل مره بتكلم عنه عشان عندي معلومه ان في بعض الناس ما بتاكلوش او ما بتحبوش او ما تعرفوش. يقول لك ولا هو منه فراخ ولا هو منه حمام، يعني هو في النص. اقول لك لا، السمان الفكره اللي حضراتكم او بعض الناس واخدين عنها شويه في ان في سنه زفاره. يعني ايه سن زفاره؟ هل قصدك زفاره الطيور ام زفاره اللحم؟ لا، هو انا عارف هو مش قصده زفاره الطيور، هو قصده زفاره اللحم. ده من ايه؟ من فتره طويله، يمكن من قبل 15 سنه او 10 سنين حاجه زي كده، كان الاول بيجي السمان في مواسم سنويه وبيصطادوه ويبدا الموضوع يعني يتاكل بشكل حلو، لكن كان في سن زفاره لان السمان كان ده اللي بيتقال ان كان بيتغذى على شواطئ فيها سمك، فالسمك مع اللحم تفصيله كده دي موجوده. بعد كده من 15 سنه بدات الامور، او اكتر كمان، بدات الامور ان بقى الموضوع مزارع زيه زي الفراخ، فبالتالي بيتاكل كويس جدا. نفس المرعى بتاعه الفراخ بتاعه البط بتاعه الديك الرومي هي نفس مرعى السمان، يمكن كمان السمان زي ما حضراتكم شايفين بيبقى لحمه باين ابيض شويه عن بعض انواع الطيور اللي ممكن تكون لحمها غامق شويه. هي دي الموضوع باختصار. اذا ان احنا بنتكلم دلوقتي ناكل السمان سعرا افضل، بروتين اعلى، كميه اكبر، لان طبعا الحمام بيبقى كميته اقل جدا او اضعف شويه، فبالتالي ده موجود في السوق بشكل كبير جدا ومتوفر. بس انا بس حبيت اقول الكام نقطه بتوع السمان في بعض الناس فاهمه عنه كده. طيب هنعمل ايه بقى فيه بقى هذا الكلام الحلو ده كله بقى؟ والله عايز اعمله مدفونه في الشعريه، مدفون زي طريقه الكبسه ولكن بالشعريه. وعندي كمان هدلعه بحبه بصل محمر وحبه لوز مقرمشين وهظبطه تظبيطه حلوه، بس الاول تعالوا نتبل واحده واحده. قبل ما اروح اتبل هقول لكم على الطبق الثاني. جايب عندي ربع كيلو من اللحمه المفرومه، وعندي حبه كوسه، هبقى اعملهم كوسه محشيه باللحمه المفرومه ومتعصجه بحبه خضار حلوين، ونقفلها بصوص اللبنه بارد، ما يبقاش الموضوع فيه قلق، يعني يبقى فيه تيست مختلف ان شاء الله. عندي حبه شوربه حلوه جدا، يعني لو حابين نعمل لسان عصفور بفكره حته لحمه صغيره او من غير لحوم انا ما عنديش مشكله خالص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بوله فاضيه. اول حاجه عايز اعمل خلطه حلوه للسمان ده، يعني انسي اي حد في الدنيا موضوع السمان ده. طيب هنعمل ايه بقى يا شيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه هجيب عندي معلقه هريسه حلوه كده من الهريسه بتاعتنا، بسم الله، وهدي معلقه ثوم، وكمان عندي حبه ليمون، وكمان عندي سنه خل، وكمان عندي حبه زيت شويه عشان يبقى طري ما يبقاش ناشف. تمام لحد كده؟ تمام. وبعدين هجيب عندي لو بحب الزعتر او الاعشاب ماشي، ما بحبش برضو ماشي. هنا بقى عندي حبه ملح سنه كمان، وعندي معلقه كبيره من البابريكا، ادي واحده ادي اتنين، تخليه محمر شويه، تاتش جوزة الطيب،
ونص معلقه من البهارات المشكله بتاعتنا اللي جواها الحبهان والغار والقرنفل والفلفل الاسود، كل الحاجات دي كلها بتستوي حلو جدا. وطبعا انا بحب الكزبره الناشفه جدا، بتفرق جدا جدا. طيب لحد كده دي تتبيله فوق الرائع، فش ولا كلمه. بسم الله، اقلب كويس، شوف المنظر، وروح عامل ايجاب عندي كمان بصلتين مبشورين، شايل التفل بتاعهم اهو، شايف ده واخد الميه، شايف يا فندم، دي ميه البصل، تقوم تخفف التتبيله وتطعمها اكتر. حلو كلام لحد كده، كلام جميل وزي الفل. التتبيله دي مش محتاجه مني اي شيء ان شاء الله، خلاص تمام. وبعدين يا شيف، والله ولا قابلين، هنوسع نفسنا ونشوف حكايه السمان اخبارها ايه. الاعشاب دول برضو بصراحه يعني حلوين، ولكن ممكن نستفيد منهم هو والليمون ده ازاي. يلا بينا بالمره، خلاص اتزفروا، فاكيد مش هينفع اشيلهم تاني احطهم في الخضار، ولا حطيت زعتر او حطيت بهارات لطيفه، فبالتالي ده مش هيأثر معايا. وكده كده هشويه، فهستفيد بريحه حلوه جدا من كل حاجه حطيناها. هاخد دول كده معايا، وكمان الليمونه حلوه دي كمان هنزلها معاهم كمان، اعصرها الاول كده، وهقطعها، اخد القشر ده كده كده، يتبل برضو معايا هو والاعشاب دي بس كده. طب التتبيله دي يا شيف هل السمان بس؟ اقول لك لا طبعا، ممكن اعملها فراخ مشويه، طبعا ممكن اجيب فراخ واعملها نفس التتبيله دي، اجيب اي حاجه اعملها، هي تتبيله تمشي معايا في كل حاجه. ما بالك بقى لو سبناها ساعه ساعتين، كل ما نسيبها اكتر في التتبيله كل ما تحلو اكتر واكتر. قال السمان مش محتاج مني اي شيء، بسم الله، ينزل كده على طول ويتبل شويه. هياخد قد ايه في التتبيله يا شيف؟ والله زي ما اتفقنا، يعني كل ما نحطه اكتر كل ما يتبل اكتر. السمان، الفراخ، الحاجات اللي فيها عظم شويه وفيها فكره الطيور عامه، انا بحب اتبلها يمكن لو قبلها بيوم ماشي. شوف الملامح عامله ازاي، ده يمشي سمان مشوي من غير ولا كلمه. انا بقى كنا احط بقى عندي في كبسه بالشعريه او بسلة عصفور او بالرز، ده طبعا براحتنا. شايف المنظر عامل ازاي؟ شكرا. وبرده حبه الليمون مش هيخسروا معايا، بدل محطوطين عندي. الليمون حلو مع الطيور طبعا، بيدي تيست عالي قوي. بص هعمل ايه كده، شوف، انسى اي زفاره وانسى اي حاجه من زفاره الطيور، مش الزفاره الثانيه اللي كنا بنتكلم عليها من شويه. انا بحب اوضح بس كل التفاصيل عشان انا في بعض الناس بتبقى يعني ما عندهاش المعلومه الكافيه، فبالتالي ممكن تقفل. انا من الناس دي جدا على فكره، يعني لو محدش فهمني ايه الحكايه عادي جدا ممكن اقول لا لحد ما افهم، فما اقدرش اكل، وده عادي وحقك. ولكن لو وضحنا لبعض الامور بشكل بسيط هيبقى الموضوع اكيد اسهل بكتير. طيب سيبه يتبل، مش محتاج منه حاجه دلوقتي. هخش على الطبق اللي بعده وابدا اعصق حبه لحمه مفرومين حلوين مش عاديين. ها ليه بقى؟ لحشو الكوسه. والكوسه طبعا لازم تكون متخربشه، يعني ايه متخربشه؟ هوريكم حالا، ومنقوعه في ميه عشان اي رمل فيها بالبلدي كده، يعني عشان بس ايه، في ناس تقول لي هو ايه اللي انت بتخربشها ليه؟ اكيد مش بتضايق منها، بس هي الكوسه كلها هي فيها رمل، فالطبيعي اللي تتنقع، ولو نقعناها من غير ما نخربشها هيبقى في مشكله عندي. طب ما توضح لي يا شيف عشان انت بس ايه جايبها قدامي متخربشه جاهزه او متقوره جاهزه. اقول لك حقك حقك، يبقى نعمل ايه؟ نجيب واحده من اول السطر. ادي كوسايه عاديه جدا، حلو، وهنوضح كل حاجه. وادي بوله فاضيه فيها حبه ميه حالا جاي لك، او تعالى يعني براحتك. بسم الله. ايه المشكله يا شيف في الكوسه؟ اهي يا فندم المشكله، ادي حبه ميه وادي الكوسايه حلوه اهي. هغسلها قدامكم قبل ما احطها في الميه عشان بس يبقى واضحين، ما يقولش ايه حتى لما تتغسل. اهو تمام اتغسلت، يعني كده اذا ان هي ما فيهاش ولا حاجه اهي. شوف شوف المنديل عامل ازاي في ايدي اهو، ما فيهوش حاجه، خدت بالك؟ طب ايه اللي يحصل؟ هوريك اللي يحصل. لما اجيب عندي شوكه واجي اعمل كده 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 تمام، واجي اجمع واطير الحته الاولى دي كده، ولو عايز اقسمها على جزئين هقسم، مش دي مشكله، هي يعني عندي حاجه اهم. هجنقع شويه الكوسه دي كده واعمل كده. بص لازم اسمع كده في الخضار عامه الصوت ده، شايف الشوائب النازله دي؟ مش شوائب بس، شوائب من نتيجه الخربشه، يعني دي كوسه متخربشه يعني، وفيها تلاقي في حاجات صغيره نازله من الكوسه احنا مش بنشوفها، زي الفراوله.
الفراوله لو غسلناها كويس غير ما ننقعها كويس، خدوا بالكم الحاجات دي بتبقى فيها رمل مش متشاف. طيب وبعد كده يا شيف هنشتغل واحده واحده وهنشوف الحكايه ماشيه ازاي. انا بحب الكوسه دي اشتغل بيها زي ما هي كده اه، ولكن ممكن اعمل فيها حركه حلوه. ايه هي؟ بص كده يا فندم، شوف هنا كده في طاسه فاضيه حالا، شوف اللي جاي مني، معلش في طاسه فاضيه وبص اللي جاي، لا زبده لا زيت لا اي حاجه، بس انا عايز اعمل الحركه دي. بص بقى معلقه السمنه دي اشوح شويه من الكوسه مع نفسها كده شويه في معلقه السمنه دي، وهديها بق مرقه في النهايه عشان تستوي شويه، وهنشوف انا قصدي ايه. وعليها فلفل اسود، اشم ريحه حلوه كده مع السمنه. اه طبعا افندم، حاضر لحظه واحده هكون مع حضراتكم حالا. هاجي الناحيه دي ثانيه واحده هكون معاك والله. هسيب الكوسه تاخد وقتها واجي هنا قلب بيه لحم مفرومه. ايه؟ ايوه صح اللي قال، فلفل اسود وملح. بسم الله، فلفل اسود عشان يشيل اي زفاره، والملح عشان تبقى مخرزه معايا ما تبقاش مكلكعه، لان طبيعه اللحم المفرومه او الفراخ المفرومه لو وانا بشوحها والطبيعي ان ممكن تكلكع مني، فالافضل ان انا اديها سنه الفلفل الاسود دي. ونشوف اللحمه دي حلوه ولكن ما فيهاش دهون كتير، فممكن نديها معلقه سمنه معلقه زبده حسب الاختيار. طيب هرجع تاني. تمام بدات الالوان تقول، بص كده يا فندم معايا، شوف الالوان دي، معلقه السمنه فلفل اسود عامله شغل حلو قوي. تمام سلوى هاني صباح الفل، واسف جدا للتاخير. صباح الخير. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله كله بخير. اهلا وسهلا بيكي. الحاجات الحلوه دي ما شاء الله. الله يخليك يا فندم، تسلم يا فندم، كلك ذوق. شكرا، ربنا يخلي حضرتك. كنت عايز اسال حضرتك العجينه بتاعت البيتزا ما تظبطش معايا خالص، بتعمليها ازاي؟ بقعد ازود ميه وازود دي وازود ميه ودي مش عارفه اظبطها. طب بتعمليها ازاي يا فندم؟ هل هي بطريقه مثلا بسيطه يعني عايز تعملها بطريقه تكون بسيطه كده؟ حاضر حاضر. ان شاء الله. حاضر يا فندم. حاجه ثانيه؟ ولادي بيحبوا حضرتك جدا يا شيف علي. ربنا يحميهم وانا بحبهم جدا جدا. عندك مين يا فندم؟ محمد وجاسر. محمد عايز يتكلم. اسامي ربنا يحميهم لك يا رب. طيب تأمري بأي خدمات؟ ازيك يا شيف علي؟ صباح الفل والهنا، ازيك يا استاذ؟ انت مين؟ انا محمد. ازيك يا حماده؟ عامل ايه؟ الحمد لله، انا بحبك قوي وانا بحبك جدا 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 والله. اول مره عايزه ابقى زيك. انت هتبقى احسن مني يا حماده والله. عايز احضر مسابقه انا واخويا اسمه جاسر. ماشي انت وجاسر تيجوا تعملوا مسابقه، ايه المشكله؟ تعرف تعمل اكل بقى ولا لا؟ ايوه بعرف اعمل برجر وكبده ما شاء الله وملوخيه ورز ما شاء الله. شاطر، انت عندك كام سنه قلت لي يا حماده؟ 9. ما شاء الله ما شاء الله. طب يلا يا معلم بقى سجل حالا بياناتك في الكنترول انت واخوك عشان تنوروني ان شاء الله في اقرب مسابقه. اوكي ماشي يا شيخ. ماشي حبيبي، صباح الفل، ربنا يحميك يا حبيبي، انت كل اولادنا وبناتنا يا رب. سلمى هانم. ازيك يا شيخ؟ صباح الفل يا فندم، اهلا وسهلا بيك يا فندم. عامل ايه؟ الحمد لله كله بخير. بحب اكلك جدا والله. كلك ذوق والله، ربنا يخليك وعلى راس المكالمه. تسلمي. ربنا يخليك. بقول عاوز من حضرتك تتبيله فراخ. ايوه بس تكون يعني احطها في الفرن تكون زي المشويه. تتبيله يعني فراخ تحطيها في الفرن تبقى زي المشويه. اه حاضر، زي المشويه بتاعت المحلات قصدك؟ اه. طيب بصي بتاعت المحلات هي بتاعت فحم. اي بس معلش شيف قول تاني. بتاعت المحلات بتتعمل على الفحم. تمام. احنا هنعملها نفس الطريقه بس فين؟ على الشبكه. تمام. فهتطلع ان شاء الله قريبه ولكن مش بنفس النفس بتاع الفحم. ان شاء الله. احنا هنسويها على الشبكه دي يا فندم، شايفها؟ تمام. طيب حاضر، حاجه ثانيه؟ شكرا. شكرا لله يا فندم، تحت امرك. حاضر، هجاوبك. حاضر. يا فندم اسامه. الو صباح الفل. صباح النور، ازيك يا اسس؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام، صحتك عامله ايه؟ والله نحمد ربنا ويشكر فضله يا فندم. اخبارك انت ايه؟ كله تمام؟ بسم الله تمام الحمد لله يا شيف. تحت امرك. ايه الاكل الجميل حضرتك بتعمله دوت؟ الله يخليك يا فندم، ده من ذوقك والله، كتر خيرك. ربنا يخليك يا شيف. تحت امرك. امر يا استاذ اسامه. ربنا يخليك. انا ابني فلوباتير عايز يكلم حضرتك. اديني فلوباتير الجميل. اه موجود معايا. ادهوني. الو يا صباح الفل والهنا، ازيك يا صاحبي؟ اخبارك ايه؟ طيب عندك كام سنه؟ 8. مش سامع. 8. ما شاء الله. وايه اخبارك في الاكل؟ كويس. يعني بتطبخ كويس ولا نص نص؟ ماما مع ماما وبابا. ما شاء الله، ربنا يحميك ليهم يا رب. طب هتجي لنا مسابقه ولا لا؟
لا كل شويه قدام شويه. ماشي اجهز وتعالنا على طول. اوكي ماشي يلا حبيبي، ربنا يحميك وتعيش يا رب الصحه والعافيه، انت كل حبايبنا يا رب. شكرا جدا ليك يا فبراير. طيب هرجع تاني اللحم المفرومه ايدي فيها عشان ما تخرش، دي بتاعه الكوسه، بقلب كده خلاص انا كده تمام. اول تشوك خدته لطيف، ابدا ابهر وطعم بقى. ايه بقى تبهيرتك؟ استقول لكم حطيت هنا بق مرقه صغير بس يدوب او يدبلها، مش يدوبها لا دبلانه سنه. الكوسه شايفها عامله ازاي مع فص توم؟ شوف الملامح عامله ازاي، سيبها شويه كده تتبخر فتدوب سنه فتبقى فيها سنه طريه. اجي محشي مع تسويه اللحمه المفرومه، دخل الفرن الامور تكون. طيب نرجع نقفل اللحمه المفرومه بتاتش توم كده، وكمان بصلايه المفرومه اللي خدناها او اللي بشرناها من شويه واتكلمنا عليها، خدنا ميتها عفوا للسمان، هنستغلها دلوقتي برضو تدي ريحه حلوه مع فص الثوم. وهنجيب كمان عليها حاضر جزريه، ممكن حبه كرفس وكرات، ممكن عايز احط فلفل الوان ماشي، مش عايز انا كده زي الفل. برضو هاخد جزريه مع حبه الكرفس والكرات يعلوا التست جدا جدا بتاع المفروم، واسيبهم هنا كده مع بعض تقلبتين حلوين. مش عارف ليه حاسس ان هي عايزه حاجه دهنيه شويه، عايزه مني معلقه زبده، معلقه سمنه كمان، فممكن اديها معلقه سمنه تبقى ايه كلها خدت نفس الايتمز. مش عملت كده ولا كده؟ شكرا افندم. ايمان هانم صباح الفل والهنا. الو الو صباح الفل ايمان هانم، اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، تحت امرك. امر لامر الله. أنا ممكن نوطي التلفزيون شويه لو سمحتي؟ ماشي تمام. اتفضل انا معاكي بس وطي التلفزيون الاول. تمام انا بس يعني والله انا بقالي كتير جدا عايزه اتواصل مع حضرتك. شرف لينا يا فندم واسفين التاخير يعني، وما شاء الله على حضرتك يعني انا بتعلم من حضرتك والله. انا بقالي 10 سنين متجوزه وما زلت بتعلم من حضرتك. عفوا يا فندم اخوكي وتحت امرك فاهم. الامر اللي ميرسي قوي ذوق حضرتك. الله يخليك تحت امرك. وولادي بقى كانوا عايزين يكلموا حضرتك ونفسهم يطلعوا مع حضرتك في المسابقه. ينوروني ويشرفوني يا فندم. عندهم كام سنه ما شاء الله؟ بنتي هتكمل 9 سنين واسر 4 سنين. دانيا هتكمل 9 سنين. 4 سنين لسه شويه عليه ولا بيعرف يعمل اكل؟ وقال لي هروح اعمل سلطه. لا قول يا معلم. قول يا معلم لازم تعمل طبق حلو. ماشي تيجي طبعا يدورنا كل حاجه بس طبق سلطه يعني. ماشي ماشي. ويك ودانيا اسمها دانيا؟ دانيا. ربنا يحميك. طب تمام خلاص حالا في كنترول، سجلي بياناتهم وان شاء الله ينورونا في اقرب فرصه. دانيه ولا دانيا؟ ما هي دانيه باللغه العربيه. طب خلاص زي ما حضرتك عايز. تمام ربنا يحميهم لك يا فندم. طب هي عايزه تكلم حضرتك. طبعا يا فندم اتشرف. طبعا طبعا يلا. هي مع حضرتك. ايه الدهان؟ الو يا شيخ علاء. صباح الفل والهنا يا قمر، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، اخبارك انت عامله ايه؟ الحمد لله. عارفه تعملي اكل ولا نص نص؟ يعني لا احنا عايزين نتعلم طبق حلو عشان نيجي هنا ناكل من ايدك بقى ولا ايه؟ حاضر. ماشي؟ ربنا يحميك يا حبيبتي، شكرا جدا ليك ومكالمتك وحالا سجلي بهذا في الكنترول. حاضر. طيب يا فندم. زيزي هانم صباح الفل. صباح النور. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ الحمد لله كله بخير يا فندم والله، تسلمي. الحمد لله، بنحب حضرتك جدا. والله يا فندم ده شرف ليا المكالمه ومتابعه، كتر خير حضرتك والله. ميرسي لحضرتك. ميرسي يا فندم، كلك ذوق. كنت حتى حمزه يشترك في المسابقه. ينورنا. حمزه عنده قد ايه بقى ما شاء الله؟ 8 سنين. بسم الله ما شاء الله، وايه اخباره في البيت؟ بياكل ولا بيعمل؟ هو فين جنبك ولا فين؟ لا في النادي. اوكي طيب خلاص هنشترك له كده كده، بس ايه نعرف بس هو بيعمل اكل ولا لا؟ لا بيعرف يعمل اكل كتير. ربنا يحميهولك يا فندم وتشوفيه احسن الناس يا رب. حاضر جدا لحضرتك. حالا في الكنترول نسجل بياناته، ولما يرجع من النادي سلمنا عليه جدا وان شاء الله ينورنا بسم الله في اقرب مسابقه. حاضر. حاجه ثانيه؟ ميرسي لحضرتك. صباح الفل. شكرا يا فندم. صباح الفل. بسم الله. بعمل انا ايه دلوقتي؟ بشوي السمان على الطاسه. طب ليه؟ هقول لكم انا قصدي ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيه واحده بس كده ايه؟ تكون معاكم. طيب السمان ده او الحمام او اي شيء انا ممكن ادخله كبسه عادي جدا
لو شويناه على شوايه من اي حاجه او حطيناه في الفرن. انا حبيت بس الخص دلوقتي الامور لسببين، مش كل الناس في البيت عندها شوايه، ومش كل الناس في البيت ممكن تطيق او تستنى ان الحاجه تشوى على الشبكه عشان تعمل منها طبق تاني. فانا حبيت ان همشي كل حاجه قدام حضراتكم هنا على الطاسه، الشعريه بالسمان بالخلطه بكل شيء كله هيبقى هنا ان شاء الله. طيب التدريج التسويه اهم من الطبخ، وضح لي يا شيف عشان افهم بس الحكايه ماشيه ازاي. طيب لو دلوقتي حبيت اجيب الشعريه احطها واطبخ كله في بعضه واوطي النار واسيبها واطلع فاصل مثلا، ايه اللي هيحصل؟ هيستوي يبقى شكله حلو، لكن مش هيبقى مستوي من جوه. الصح ايه يا شيف؟ ان اسوي السمان نص تسويه او ثلاث ارباع تسويه، وبعدين اقابله مع الشعريه اللي متحمره بالزبده اللي اوريدي واخده تسويه، فيبقى الامور ماشيه في نفس السكه. يبقى يكمل ده تسويته، ويبقى اسمها تكمله تسويه مش تسويه كامله. طب لو تسوى كامل يا شيف ايه اللي هيحصل؟ على ما اسوي السمان الشعريه هتلزق وهتنفش وهتبقى اوفر كوك وهتعجن. طيب لو احنا ما سويناش دي وحطيناها نيه هينفع تتحمر؟ لا ما ينفعش تتحمر، لازم تتحمر لوحدها. انا بس بحب اتكلم في التفاصيل. طيب لخص يا شيف وقول لي هتعمل ايه دلوقتي. اقول لك حالا، اقول لك حالا بلا كمان. بسم الله اقلب، خدت صدمه حلوه. بسم الله كده. بص بقى بعمل ايه هنا، ركز معايا في اللي جاي. شوف هنا اللي في الطاسه ده هنزل عليه بجزرايه، ركز معايا، جزرايه مع بصلايه الاثنين مع بعض. ايوه ازعم حبه بقى شعريه حلوين بقى، انا خدت النفس اللي انا عايزه وظبطت اموري، بس ايه كله برده في نفس الحاله. هقول لكم حاجه، وهجيب عندي بق مرقه حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، هو ده بقى كنت اتكلم عليه، فرق التسويات هنا بقى. بسم الله بسم الله، شكرا يا معلم. بص بقى بص بص روح ايه عامل ايه مغطى عم. شكرا، فهمتوا قصدي ايه؟ وهنا كمان سنه، شكرا. كله يبقى في نفس الوقت كده ان شاء الله داير وشغال. طيب خلينا نرجع للشعريه، حطينا بصلايه في التتبيله اللي وقع من السمان، شوحهم مع بعض كده. ممكن لو حبيت شوف الدلع بقى، شوف الدلع. ممكن لو حبيت هاخد حبة تتبيلة من هنا، شوف شوف ده الايه؟ للسمان برضو. حالا وابدأ اشوحهم مع بعض كده تاني يتبالوا شوية. ارفع الليمونة، لا مش فاوصل دلوقتي، لحظة عليا ارفع كده عشان بس الحاجات دي تتأسس ونقفلها ونطلعها في نص. ممكن ممكن حلو. انا بقى غير انا بقيت اقول ممكن من غير ما تقول لي ممكن. ها بقى قلبي حاسس. بسم الله انزل بالشعريه كلها كده وابدا اقلبهم مع بعض يسخنوا سنه كده، والم كل الجوانب دي كده. ابص على السمانه اشوف اخباره ايه. بص هنا المنظر عامل ازاي، شوف رحنا فين. خد مني اللي جاي معلش. بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل المرقه اللي عايز احطها هنا واشرب بيها على السمان برضه. شوف سيبها قدامي مش مستعجل عليها برضه. حلو كلام لحد كده، كلام جميل وزي الفل. طيب وبعدين وبعدين ارجع تاني للشعريه بعد ما خلاص سخنت وبقت تمام التمام. شوف ايه اللي بيحصل هنا، دي اسمها جزء كبير جدا من التسويه، وده مهم عشان بس نبقى واضحين. هلم بسكليبر كل الجوانب عشان نبدا نقفل بقى دلوقتي كل الجوانب دي عشان تستوي مع بعضيها، ما يبقاش في حاجه في الاخر مستويه وحاجه. اسوي اموري كده كده تمام. شوف 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 اللي جاي، تعالى بس اطعم المرقه دي واعليها بايه. بص يا معلم مكعب مرقه يدوب لي بس هنا في المرقه دي، انا ماليش دعوه ده كده اهو. اللي بص بقى مستوي ازاي، مفيش فيه اي حركات ولا اي شيء. بسم الله وروح عامل كده وروح عامل كده.
روح اعمل كده، روح اعمل كده، شوف الملامح عامله ازاي. ده بنتكلم في حاجات قدام عينينا. نسكت اقول لك لا؟ ثانيه واحده. المرقه الحلوه دي عشان تحلو اكتر او مديها ايه؟ بص بقى هنا مكعبين زبده. ركز في اللي جاي، ركز في اللي جاي، وروح مديها سنه قرفه. انا هنا بقى عملت مرقه كبسه فعلا، حبيتين حبهان كاملين عشان اشيلهم في النهايه ما يجوش معايا في الاكل، ورقتين غار. شوف كل الكلام ده كله معايا، وابدا اروح مدود كل الكلام ده كله كده 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 كده، وراح جايب عندي الترشونه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. المرقه بص عامله ازاي. بسم الله بسم الله، واشرب الكبسه بتاعتي واشرب كل حاجه بالشكل ده ما شاء الله. شوف الكلام يا باشا، وزود لها كمان سنه مرقه كمان، تغطي كل حاجه بالمرقه، ووطي النار، ومتشكرين. شكرا. بس كده نهز كده الحله بتاعتنا تمام انت طبعا، ونوطي النار على 2 3، انا مش مستعجل عليها، واغطي وسيبها تتوكل على الله. قبل ما اطلع الفاصل حالا هوريك حاجه حلوه، حاجه حلوه. قول لي ايه هي؟ قول لي. اصبر عليا. الكوسه الحلوه احنا شويناها او شوحناها عفوا بالشكل ده، شايفها؟ خدت بالك؟ شوف الملامح، تعالى هنا اقطعها هوريك انا كانت نيتي ايه. ما خد بالك انا مش هطلع فاصل مره واحده تساوي واحد، انا عايز اريحك. بس المشاهد قاعد مركز في الحاجات اللي بنعملها دي، ما ينفعش يعني ايه، فاهمني؟ معايا ولا لا؟ معايا، انت معايا. بص بقى يا سيدي، هنا بايركس لطيف. على البايركس اللطيف ده هاجي اعمل كده، وعليها كمان. ركز معايا، ركز والله هطلعك في وسط. ادهن الصينيه بتاعتي بمعلقه زبده او سمنه او زيت كده، تجويده من عندي انا بقى، بحب اديها فص توم كمان كده. ادهن الارضيه، حلو الكلام، كلام جميل. واجيب عندي الكوسه بقى، بص كده التسويه عامله ازاي يا فندم. هاخد، تعالى فاكر الكوسه النيه، بص بقت عامله ازاي، انا هوريكم بس طلعت عامله ازاي. بص شوف 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 الكوسه بقت عامله ازاي، التسويه عامله ازاي. شوف انا بس بوريك التسويه عامله ازاي، وبعدين يا شيف والله ولا قبلين هجيب معلقه صغيره وامسك الكوسايه اللطيفه دي كده، وبسم الله اعمل كده اهو كده، وبظهر المعلقه بقفل كده معايا طبعا اهو. اتفضل شوف، خدت بال حضرتك اهو كده ماشي، وراح اعمل ايه؟ اعمل كده تاني واحده واطلعك فاصل على طول. طب دي هتشربها ايه يا شيف؟ والله احنا قلنا نعمل لها صوص لبنه، فمش معقول اشربها صوص طماطم. فبالتالي انا هحشي واديها حبه مرقه تكمل تسويتها جوه، وبعد كده هعمل لها صوص بارد بره، لما تستوي هقفله ان شاء الله، ولكن بعد فاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم على قبل الفاصل على ايه بقى؟ عيد تاني بحركهم سريعا عشان لو حد نسي او حاجه. 3 اكلات اسهل من بعض. جبنا جوز سمان، تبيناهم بحبه ليمون، وتتبيله بحبه سنه خل بسيطه، حبه بابريكا، حبه بهارات، فص ثوم، معلقه هريسه، ميه بصل، تبلنا كويس، حبه اعشاب لو متوفر، تبيناها شويه وسبناها. بعد كده شمطناها على الطاسه، وجبنا بصلاية جزراية شوحناهم برضو مطرح الصدمة اللي عملناها للسمان، وجبنا كيس شعرية متحمر بالزبدة، وقفلناه بحبة مرقة، وشكرا. وهو ده النتيجة. بسم الله، شايف المنظر عامل ازاي؟ سيبها تتشرب خالص، مش مستعجل عليها. ألوان لطيفة، ريحة حلوة، مش بجامل والله في شغلي صدقوني، بس أنا بشجعكم على حاجة حلوة قدام عيني بس مش أكتر. سيبها شوية. طيب الطبق التاني عملنا ايه؟ جبنا ربع كيلو لحم مفرومة، عصجناه، حطينا حبة خضار اللي موجودين،
جزر اوكي، فلفل الوان اوكي، حبه كرفس وكورنيت، عملنا ريحه كويسه لتعصيقه اللحمه المفرومه، وبعد كده حشيناها للكوسه، والكوسه عملنا فيها ايه؟ خربشناها ومتقوره ومنقوعه في الميه كويس جدا، وبعد كده شمطناها بمعلقه زبده او شوحناها بمعلقه زبده، وحطينا حبه مرق عشان تستوي شويه، وبعد كده حشينا ودخلنا الفرن بمرقه. اتفضل. حبه مرقه عشان احافظ على كل حاجه، زي ما حضراتكم شايفين مش عايز صلصه ولا عايز حاجه، جو حر مش مستحمل الصراحه. هعملها صوص لبنه مع رقم دلوقتي باللبنه والزبادي، صوص خفيف كده هيبقى لطيف جدا. طيب ايه اللي فاضل؟ اللي فاضل عندي حبه شوربه، عندي قطعه لحمه الصراحه كانت موجوده في الفريزر قلت استخدمها، مش هتنفع اعملها ستيك ولا هينفع اعملها طبيخ، فقلت اوظفها في حبه شوربه وحبه سلع عصفور وحبه كرفس وحبه جزر. ازاي؟ يلا بينا. حاله لطيفه فيها سن زيت الاول. بسم الله. ليه زيت يا شيف في الشوربه؟ ليه مش بتحط سمنه او زبده؟ اقول لحضراتكم كل شوربه ليها حاجه. لو انا بعمل شوربه كريمه سي فود او فراخ او لحمه او خضار، لازم احط لها اكيد معلقه زبده عشان يبقى في قدامها معلقه دقيق تربط الشوربه مع المرقه او مع الكريمه. دي اساسيات مش انا اللي بعملها. او بشيل معلقه الزبده وبشيل معلقه الدقيق وبحط عندي نص بطاطسايه. ليه؟ تعويضا كماده ربط، لان البطاطسايه فيها نشويات، فبالتالي لما تتسلق اجي اضربها هتربط الشوربه مع الكريمه. طيب الشوربه الشفافه في اي نوع من انواع الشرب ما بحط لهاش ولا زبده ولا بحط لها سمنه ولا بحط لها دقيق ولا بحط لها كريمه. بعمل ايه؟ بمشيها شفاف خالص زي ما حضراتكم شايفينها. هنعمل ايه؟ المرقه تكون سخنه، ده اهم شيء. وفي حاجه ثانيه عايز اقولها لكم برضه، اقولها لحضراتكم يعني. لو انا عايز اربط الشوربه اللي معموله بفكره الشفافه يعني، او الشوربه زي كده ب معلقه دقيق وزبده وهي شفافه، ممكن اربطها تبقى المرقه تقيله سنه لو حابين، ما حبيناش يبقى خلينا احسن ستاندر لطيف. كالعاده فلفل اسود على اي لحمه هتتشوح، مش كتير. بسم الله. واجيب عندي الطاسه الحلوه او الحله بتاعتي، بنزل الاول بسم الله حته اللحمه او حته الفراخ اللي قدامي، هي النار مالها في ايه؟ مش حالا تمام. بنزل عندي واحده واحده كده، خلاص بدل ما نزلناها مش مشكله، هنسيبها مش اقل حاجه بتسخن كويس. ببدا اجهز الاول الزيت اشوح فيه كويس قوي حته اللحمه، وعلى فكره حطيت زيتون يعني بسيط برضه، هشوحها واحده واحده وكده هبدا انزل عندي بالتدريج. تعال نعمل الصوص على ما اللحمه تتشوح شويه. جايب عندي من عند اللبان حته لبنه وعلبتين زبادي بميتهم. حلو الكلام؟ كلام جميل ولطيف. وبعدين يا شيف اجيب عندي كاسرولة كده، ده صوص لطيف جدا ما فيهوش اي تفاصيل من الصعوبه خالص، لازم يكون فيه تيست شويه. والتيست ده هجيبه ازاي؟ هاخد الاول، شوف انا بعمل ايه. بص هنا كده يا استاذ طبعاً، ده زيت زيتون في التوم، خدت بالك معايا ولا مش معايا؟ حلو قوي. انا بشتغل بيه بالطبيخ ولكن عايز اطبخ بيه، ولا عايز توم، انا عايز ايه؟ عايز زيت التوم. اهو بص حبه زيت دول، ده للصوص. شكرا، ما فهمش توم. حلو الكلام ده؟ خدت الحركه منهم؟ تمام. عليهم بسيط من الليمون، واجيب مضرب بسم الله، وابدا اقلب كويس قوي زيت التوم او اللي هو زيت الزيتون بطعم التوم مع الليمون. شايف الكلام؟ تمام. وبعدين علبه الزبادي بالميه بتاعتها، وابدا اقلب كويس. واجيب عندي اللبنه اللي هي بتتباع سايبه من عند اللبان او العلب حسب اللي عندنا، وانزل بيها اقل من 50 جرام، وابدا ادوبهم كويس جدا مع علبه الزبادي اللي متبله بزيت الزيتون والتوم. شوف الصوص، شوف ده اللي قصدي عليه يا فندم، ركز كده معايا يا فندم. شوف
ده صوص لبنه بسيط ما فيهوش اي حاجه خالص، ما حطوش حتى ملح ولا بهارات، لازم يكون كده قدامي. ده هقفل بيه كوسه لما اخلص. ارجع بقى دلوقتي اشوف اللحمه اللي ما رضيتش اقلبها عشان ما تبقاش فيها ميه او جابت ميتها، هسيبها شويه سخنت مع زيت الزيتون. وده حاجه على فكره حلوه لما اسخن اللحمه مع زيت الزيتون عشان كمان زيت الزيتون ما يكسدش مني. شوحنا اللحمه، بص الملامح عامله ازاي، عليها بصلايه ناعمه جدا كده، وعليها كمان على طول كرفس وكرات. هخلص واطلع لكم بص. حاضر كده، هنا في روائح بدات تبان بقى، الكرفس ريحته عاليه جدا، الكرات طبعا اعلى، البصل بيدي شغل عالي جدا. بقلبهم مع بعض وابدا اضيف عندي ورقه غار حلوه، حبايه حبهان حلوه، فلفل حصى عشان اشيله في الاخر برضو يديني النفس اللي انا عايزه، واقلب كويس كده. انا سويت اللحمه بتاعتي مع الخضار. عايز احط لسان عصفور؟ يلا بينا حالا كده، لسان العصفور ينزل، اقلب تشويحه بسيطه كده كده متحمر، اغطي الكلام ده كله من المرقه السخنه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، متشكرين كده اهو، وسيبها تاخد وقتها وتعيش حياتها براحتها خالص، مش مستعجل عليها كده. وعشان انساها هديها عندي حبه ملح وتاتش فلفل ابيض، ومتشكرين. سيب الكلام ده كله هنا على النار عاليه ياخد وقته ويعيش حياته. افندم فاصل على طول كده. طيب كان هنا قدام حضراتكم كمان حاجه، هطلعك فاصل. كان في جزرايه للشوربه، بس الحقيقه الجزرايه كبيره تمشي مع طاجن بسله افضل، فما حبيتش احطها الصراحه. لو احط جزر احط جزر صغنن جدا عشان يبقى تيستو عالي. طيب ايه تاني كده عندنا؟ عندنا اخر فاصل ماشي، وبعد الفاصل نقص. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكل. طيب كنا احنا قبل الفاصل خلاص مخلصين، انا بس عايز اقول لكم ايه اللي حصل في الاخر. الكوسه استوت زي ما حضراتكم شايفين. بص كده يا فندم معايا، بص مفيش كلمه، شوف خدت بالك؟ احنا تمام. الصوص على البارد. اللي في الاخر اللي حطيته على الوش ده، جبت ورق نعناع مع ورق بقدونس، طرمتهم فرمه سريعه وتحط على الوش، مدير ريحه. انا شخصيا دلوقتي شامم ريحه حلوه جدا، فتخيل بقى لما ناكلها هيبقى عامل ازاي. صوص لطيف جدا بالهنا وش. طبق الكوسه اللي محشيه باللحمه المفرومه مع صوص اللبنه. طيب فاضل عندك ايه يا شيف؟ والله عندي بقى ايه السمان، نبدا نغرف ونقفل. تعالى كده يا استاذ نبص كده وشوف الحكايه. ما شاء الله، نجيب طبق هعمل كده الاول، هاخد السمان على الوش.
كده. حلو، كلام جميل. وبعدين اقلب السمان براحتي، شوف الشعريه براحتي عامله ازاي. شوف ارفع الخشب ده بقى عشان مش عايز دلوقتي القرفه الخشب دي، وتشكرين لحضرتك عشان الواحد ما يقبلهوش بس حاجه ونزعلها. شايف منظر الشعريه عامل ازاي؟ شوف اجيب طبق حلو. بسم الله. شوف حبه الشعريه قمر، واظبط حاجتي كده. بقى احسب السمان اللطيف ده وابدا ارص بكل بساطه كده. بصل محمر مع الشعريه برضو مش طبيعي، تستو حلو جدا زي بتاع الكشري بتاعنا عادي. نحط مكسرات ماشي، مش عايزين برضو الشعريه، بتحب اللوز برضو والزبيب بالاخص كده. يكون خلصان على المائده على طول. فاضل عندي طبق الشوربه. يلا بينا. بسم الله. شوف الشوربه عامله ازاي. شوف ما شاء الله، بالهنا والشفا لحضراتكم. على ما اعتقد كده الامور سهله وبسيطه، اكله حلوه. بكره ان شاء الله ولينا عمر باذن الله عندنا مسابقه لطيفه جدا، اولادنا وحبايبنا، حبايب قلبي. ربنا يكرمكم دايما يا رب بكل صحه وعافيه ذو القدرات الخاصه. زي ما حضراتكم عارفين ومتفقين مع بعض دايما من سنين الحمد لله، ليهم حلقة عندنا كل شهر بتاعتهم، بنستفيد منهم، بنفرح بيهم، بنسمع حكاياتهم، بنشوف مهاراتهم، هواياتهم، بنعلم أولادنا من النماذج الحلوة دي اللي بيقولوا كل مرة، اللي معاه ميدالية واللي معاه أولمبيات واللي متصور مع الريس واللي خد جايزة مش عارف فين واللي راح سافر فين، حاجات مشرفة جدا جدا. فأولادنا ربنا يحميهم، واجب علينا نكون يعني بخلاف إن هم بينورونا ونشوف حلقاتهم، إحنا كمان لازم نخلي أولادنا يبصوا ويشوفوا الشطارة الحلاوة دي بتعمل إزاي. طبعا النتيجة يعني بتبقى مشرفة جدا، وفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم الأهالي الأب والأم اللي بعتوا لنا النماذج دول، حاجة مشرفة جدا. فبكرة إن شاء الله في نفس الميعاد حلقة مميزة جدا مع أولادنا وحبايبنا إن شاء الله. وأشوفكم على خير. السلام عليكم.